مبادرة من خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، واختتم بالأمس مؤتمر عالمي في هذه المدينة لمناقشة الآثار الأخلاقية لهذه المبادرة والفوائد المتوخاة منها للناس أجمعين. هذه المبادرة تصب في هذا المصب في إبراز القيم السامية التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، التي علمنا إياها ديننا، وهذا فيه الخير للبشر أجمعين. وقد وجد المؤتمرون عناية وتعاونا كبيرا من المسؤولين في هذه البلاد ومن حكومة هذه البلاد، تعاونا يذكر فيشكر، ويشير إلى أننا يمكن أن نتفاهم، ويمكن أن نتحاور، ويمكن أن نتعاون ونتآزر فيما فيه الخير للبشر. وهذا منبثق من خلال أصول شرعية النبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك وطبقه في سيرته وسنته، والله تبارك وتعالى دعانا إلى ذلك في غير ما آية من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهو التعارف للتناكر، وهو التعاون على الخير الذي أرشدنا الله إليه بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كنا في بلاد يقام فيها بحقنا ويرعى فيها شأننا، فإننا حينئذ مطالبون بأن نذكر ذلك ونشكره، وبأن نتعاون مع الخيرين والعقلاء في تعزيز ذلك وتنميته. يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم صلوا وسلموا بعد ذلك يا عباد الله على الهادي البشير السراج المنير الرحمة المهداة النعمة المسداة خيرة خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فقد أمرنا الله بذلك فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم أحينا على طاعته، وتوفنا على سنته، واحشرنا تحت رايته، وأوردنا حوضه، وأسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رحمن. اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم وارض عن الأئمة الخلفاء، الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وفق المسلمين إلى كل خير تحبه وترضاه، اللهم انظر بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، أيدهم وثبتهم وسددهم، اللهم يا حي يا قيوم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عالة فأغنهم، اللهم إنهم مساكين فارحمهم، اللهم إنهم مظلومون فأنصفهم، يا راحم المساكين، أنت وحدك ملاذنا ومعاذنا وحسبنا مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم.
بعمله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.